مرحلة الذهاب بانتصار ثمين أمام ضيفه كون، حط باريس سان جيرمان الرحالة للمرة الخامسة بالعاصمة القطرية الدوحة لإقامة معسكره الشتوي المعتاد، استعدادا لمختلف التحديات التي تنتظره العام المقبل. فبحضور أعداد كبيرة من الجماهير العاشقة لفريق عاصمة الأنوار، أجرى أبناء المدرب أوناي إيمري حصة تدريبية شهدت مشاركة أبرز لاعبي البي اس جي على غرار ثلاثي الهجوم نيمار، مبابي وكافاني، الذين خطفوا الأضواء في الميران واستمتع الحاضرون بمشاهدة فنياتهم عن قرب. هدفنا هو رفع التحدي من أجل تكوين فريق قوي يلعب من أجل التتويج بجميع الألقاب والمنافسة على مختلف الجبهات. نريد الفوز بلقب الدوري ومختلف الألقاب المحلية، ولن أخفي أننا نعمل بجد أيضا لإحراز لقب أعرق المسابقات في أوروبا، دوري الأبطال. حصة جرت بحضور رئيس النادي ناصر الخليفي ووسط أجواء رائعة بين اللاعبين الذين كشفوا عن رغبتهم الكبيرة في مواصلة التألق لتأكيد الانطلاقة القوية هذا الموسم والمنافسة على مختلف الجبهات. تنتظرنا مباريات كثيرة مهمة، منها مواجهة ريال مدريد، ولدينا أهداف أخرى أيضا وهي التتويج بلقبي الدوري والكأس. الجميع يعلم أن لدينا فريق بإمكانه المنافسة على جميع الألقاب. كما يعلم الجميع، منذ قدوم الإدارة الجديدة وهدفها هو تكوين فريق يكون الأفضل في العالم. نحن متحمسون جدا لخوض النصف الثاني من الموسم، لأننا سنلعب مباريات غاية في الأهمية وأقواها أمام ريال مدريد الذي يعتبر خصما قويا جدا، كما نسعى لتوسيع الفارق أكثر عن الملاحقين في الدوري.